الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أقر مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المالية مظهر محمد صالح بعدم إمكانية إعداد موازنة تكميلية للسنة المالية الحالية، وقال صالح إن السنة المالية التي ستدخل ربعها الأخير لا تشجع على إنتاج موازنة تكميلية، فضلا عن أن الحياة البرلمانية على وشك التوقف بسبب الانتخابات التشريعية في العاشر من شهر تشرين الأول، مضيفا أن الطعن الحكومي ببعض فقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة المالية 2021 ما زال أمام المحكمة حتى هذه اللحظة. أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية حميد زادبوم تسجيل قيمة الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 69% في الثلث الأول من السنة المالية الجارية. وقال زادبوم إن تجارة إيران الخارجية بلغت 29 مليار دولار في الثلث الأول من العام الحالي، مبيناً أن الصين تصدرت الترتيب بأربعة مليارات وأربعمائة مليون دولار، تلاها العراق بمليارين وثمانمائة مليون دولار، والإمارات بمليار وستمائة مليون دولار. انخفضت أسعار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وأربيل، وقال مصدر مالي إن بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا 147,250 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي. وأشار المصدر إلى أن أسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ 147,750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 147,500 دينار والشراء بواقع 147,200 دينار لكل 100 دولار. أعلنت وزارة التجارة والصناعة في كردستان العراق انخفاض أسعار الدقيق كما كانت عليه في السابق، فيما حددت سعر طبق البيض ب 5000 دينار. وأشارت الوزارة إلى انخفاض سعر كيس الدقيق سعة 50 كيلوغرام إلى 23,000 دينار في محافظة السليمانية، وتسبب ارتفاع سعر الطحين بمقدار 50% إلى ارتفاع أسعار الخبز في مخابز مدينة السليمانية، لتلوح في الأفق أزمة غذاء تنعكس نتائجها على المواطن. أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو أن الشركات النفطية الصينية والهندية تصدرت في شراء النفط العراقي خلال شهر تموز الماضي، وذكرت سومو أن الشركات الهندية والصينية كانتا الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي، وبواقع سبع شركات لكل منها من أصل 30 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر تموز. وأضافت أن الشركات اليونانية والتركية والأمريكية جاءت ثانياً وبواقع شركتين لكل منهما. ارتفع سعر نفط خام البصرة الخفيف لليوم الثالث على التوالي مسجلاً أعلى من 72 دولاراً أمريكياً، وارتفع خام البصرة المصدر لآسيا بنسبة 1.33% ليصل إلى 72 دولاراً فاصل 44 سنتاً، فيما سجل خام البصرة الثقيل ارتفاعاً أيضاً بنسبة 1.38% ليصل إلى 64 دولاراً فاصل 68 سنتاً. ختام الموجز بأمان الله.